مشاهدينا الكرام، مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وذكرياتي. ضيفتنا النهاردة الحقيقة يعني مبدعة حقيقية في مجالها، في مجال الإخراج. عندما يوضع اسمها على عمل تضمن نجاح هذا العمل بتفوق، قدمت أعمال حقيقة كتيرة وكلها أعمال رائعة وناجحة، وكلها سابت آثار كده خاصة جدا علينا في حياتنا. اهتمت طول حياتها بالقضايا المجتمعية وناقشت قضايا كتيرة، ويمكن من ضمن اهتماماتها كانت قضايا المرأة أيضا. افتكر يعني عرفنا كلنا مين ضيفتنا النهاردة، هي المخرجة الكبيرة قوي اللي مشرفانا النهاردة، الأستاذة إنعام محمد علي. برحب بيك يا فندم. أهلا بيكم وأهلا بمشاهدي القناة الفضائية. البنت الصعيدية خريجة الآداب اللي اتجهت للإخراج، والبداية جت إزاي؟ أنا مارست الصحافة وأنا طالبة في كلية الآداب، قريت إعلام في الجورنان طالب مساعدين ومساعدات إخراج من الجنسين. بعد لما نجحنا عملوا لنا انترفيو، أنا كان من نصيبي إدارة التمثيليات، بمعنى الخطوة الأولى تقدري تقوليها ضربة حظ. مين المخرج اللي كنت بتقعدي تتفرجي على أعماله بتنبهري أنا عايزة أكون زي ده؟ كان صلاح أبو سيف و ويوسف شاهين. في حد في الأسرة أصلاً ليه اتجاهات فنية في الصحافة أو في الإعلام؟ أنا كان أسرة متكونة من 5 أولاد وبنتين. أنا كنت الرقم 6 يعني. كنا عندنا نشط أخبار يومية وبطلان بيطلعوا أخويا الكبير. تقول كانت المناخ العام في دمنا يعني. أول مسلسل ليكي يمكن كان مسلسل نفوس حائرة، كلميني عن هذا العمل. كان ده عبارة من عن النفوس حائرة، كان قصص من عيادة دكتور نفسي، كان أعتقد كان اسمه الدكتور سيد الرئيس. مؤكد دي هي التجربة الأولى، كان رد فعلها حلو جدا. أعمال أخرى كتيرة زي حب بلا ضفاف وأمة مثالية، هذه التمثيليات الجميلة اللي ما بقيناش بنشوفها للأسف دلوقتي. تفت لأني جت المسلسلات وراحت عملت يعني عملية نوع من اكتسحت قدامنا. شوفي قد ايه كان في السنوات المبكرة للتلفزيون ومع ذلك كان الإتقان وقتها شعري. بعد الفن بسوء تحجل انك مسرح مدين ما تتكيش قدام السؤال واللغز بكام. بعد كل السنوات وكل النجاحات اللي حققتيها، لو تعرض عليك تقدمي سهرة تلفزيونية من هذا النوع ممكن توافقي؟ لا، ما عنديش مانع طبعا. ما عنديش مانع يعني، هو حل بدل التمثيلية والفيلم التلفزيوني. يعني مش كل عمل موضوع يحتاج انه يتعمل في مسلسل. الطريق ليلات فيلم، حكاية الغريب فيلم، صائد الأحلام فيلم. لكن دلوقتي نتيجة التوجه التجاري فبيعملوا بيضطروا أحيانا حاجات ما تنفعش غير في تمثيلية السهرة، وأحيانا في سباعية يعملوها في 30 حلقة.
بندردش قبل ما نبتدي حلقتنا، حسيت بعشق كده للتمثيليات أو الأفلام القصيرة اللي حضرتك ذكرتيها والسهرات الخاصة دي اللي اتعملت، وحضرتك بتتكلمي عنها بباشن زي ما بتقال أو بعشق كده. إيه السر؟ وكل واحدة من اللي قدمتيهم ليها غلاوة كده خاصة وليها معنى عندك، احكي لنا أكتر، وإيه أكترهم اللي حبيتيها أو أنت تشتغليها؟ هما في ثلاث تمثيليات كان عملتهم بمناسبة عيد الأم. يعني ممكن يتعرضوا في عيد الأم. يعني كان أمهات لم يلدن أبدا، كانت بطولة راحلة أمينة رزق، وأم مثالية كان بطولة هدى سلطان. ده اخدتي عنه جايزة؟ لا انا اخدت عن التلاتة. انا هقولك والتالتة كانت حب بلا ضفاف، كان بطولة زهرة العولة، ومش كانت بطولة زهرة العولة ولا هدى بس ولا امينة، لا ده كان بطولة كل يعني ابط. يعني مثلا ام مثالية كانت مع هدى، كان في اثار الحكيم، كان في معالي زايد، كان في ممدوح عبد العليم، كان في اخرين كمان، مجموعة كبيرة. كان في حب بلا ضفاف، كان فيه زهرة العلا، كان فيه أصال الحكيم، خالد زكي، دلال عبد العزيز لأول مرة، أسامة أنور عكاشة كمان. وتأليف أسامة أنور عكاشة كان أول عمل بيني وبين أسامة. أنا أول جايزة تلفزيونية حصلت يعني في كان عن مهرجان محلي اتعمل مهرجان، أول مهرجان يتعمل في التلفزيون كان سنة حوالي 83 لإنتاجه المحلي. فخد الثلاث تمثيليات دول ودخل ضمن المهرجان، ثلاث تمثيليات حصلوا على 13 جايزة. 13 جايزة دول متوزعين على كل عناصر العمل الفني، معنى المونتاج والديكور والتمثيل والكتاب والسيناريو والإخراج فعشان كده ليهم معزة خاصة، لأن دي كانت أول جوائز أخدها في حياتي. يعني عمري ما انسى مشهد الاحتفال، يعني الاحتفالية اللي خدنا فيها الجوائز، كنا قاعدين صفين كل العناصر الفنية اللي اشتركت في التمثيلية دي، قاعدين في صفين كده. وبعدين ساعة ما طلعت كان عارفة لما بيقولوا طاير من الفرح، لأن تجربة أولى. وأنا طلعت سلالم عشان أتلقى الجائزة كنت خايفة إن الكعب الجزمة يخني، إن أنا ممكن مش من الفرحة خايفة تطير، إن أنا ممكن يلوي أي شيء يعني. إنما سعادة ما حسيتش بيها بنفس هذا القدر وأنا بطلع نفس السلالم عدة مرات بعد كده. يعني هي أول مرة دايما لا أول مرة تجنن. لكن في برضو جوائز في حياتي بتعتبر محطات ما تتنسيش. يعني خالي، تفتكر صلاح عارف اللي جرى؟ وهيعرف منين؟ اللي يسأل يعرف، اللي يسأل. لكن صلاح هيسأل ليه؟ يبقى أكيد ما راحش الكمال وعايدة. وليه أكيد؟ لأنه لو كان راح لهم يا خالي أو كانوا عرفوا إنه جه كانوا بعتوا لي جواب. على كل حال ما دام جه لحد هنا في رجليه تبقى هانت. تقصد إيه يا خالي؟ شوفي بقى يا زينب، الله الله على الجد والجد الله الله عليه. أظن آن الأوان بقى دلوقتي إنك تقولي لابنك الحقيقة، وإن ما قلتهاش إنتي هقولها أنا، وأبوها هو على بعد خطوة مننا. خالي. نعم. أنت اسمك زينب؟ أنت قصدك تقولي إيه بالظبط؟ قصدي أقول إن صلاح ما جاش. ما جاش؟ كأنه ما جاش. ليه؟ مش عايزة أحمد يعرف ولا أي حد تاني إنه جه. ويمكن سنة 89 بدأ قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وسنة 90 كان أول عمل لهذا القطاع ضمير أبو الحكمة.
والعمل لحضرتك عمل كبير جدا بطولة طبعا القديرة فاتن حمامة وأحمد مصر. كلميني عن هذا العمل. العمل ده كان أولا كان مدام فاتن كل ما بعد أي مسلسل يعني تكلمني وتقولي كلام، سمعني كلام حلو قوي. فمرة من المرات قلت لها ما نفسكيش تطلعي على الناس من خلال الشاشة الصغيرة يعني. دي كانت أول مرة على الإطلاق. كانت كانت أول مرة على الإطلاق. فقالت لي يا ريت، بس أنا عايزة موضوع تربوي. شوفي يعني قالت لي أنا عايزة أطلع، يعني هي طبعا كانت في عدت الخمسينيات يعني، قالت لي يعني عايز دور مناسب لسني وفي نفس الوقت تربوي. فرحت لأسامة أنور عكاشة قلت له الوقت مدام فاتن يعني قبلت رغبتها فانها تطلع على الشاشه ونفسها في موضوع التربيه. ففكرنا في حكايه ضمير قبل حكمه انها تطلع نظره مدرسه يعني زي ما المشاهدين شافوا يعني. كان قبل فاتن كان برضو اللي نفسها كنت اعمل لها مسلسل ولكن ما لحقناهاش كانت شاديه. شادية كانت برضو بتفرج على المسلسلات وتكلمني وقالت لي، هي اللي أبدت رغبتها بقى يعني أنها عايزة تطلع في مسلسل، وقلت له لأسامة. لكن أسامة كان قاعد يدور، خد فترة كبيرة في أنه يدور على الفكرة. كانت بقى يعني للأسف ما لحقناهاش حجبت. كلميني اكتر عن كواليس هذا العمل ضمير قبل حكمه وصعوبه برضو اقناع، يعني يمكن الفنانه قديره فاتن حمامه رغم انها كانت ابدت الرغبه لكن برضو وجدت صعوبه شويه في اقناعها، يمكن غششنا الموضوع ده طبعا الله يرحمه. لا هي كانت مقبله خلاص يعني اخترنا الموضوع سما كتب. انا بقيت اروح اقرا لها في البيت، تسحبنا قوي وبقيت اقرا لها كل حلقه وتبدي ملاحظات وغيره. سما كانت صعبه في حكايه الملاحظات دي شويه، فانا كنت بقوم بدور السفير جيد لغايه لما وصلنا خلاص بنينا الديكورات وكله، واذا بنفاجئ بقرار ليها بانها وسافرت المانيا اشترت اللبس الشيك قوي ده للشيرات، بس من اللبس كان من الشخصيه يعني من خلال الشخصيه يعني مفيش مبالغه فيه يعني، بالعكس كان راسم شخصيه النظره. صحيح. ودي برضو مهارتها يعني. المهم انها فوجئنا بقرار بقى خطير بانها بتعتذر عن الحلقات بدون اي اسباب. هي انا حسيت ان هي فجاه بعد، هي كان عندها وراها 50 سنة سينما مجد في السينما يعني، وهي هنا هتخش مجال لاول مره ولسه مش عارفه هل هتصيب يعني. فكان في شويه خوف طبعا، قلق وخوف قلق على مجد بنياه. مجد ممكن يضيع. براهن على تاريخي. طبعا اترددت. وكان مش عارفين نعمل ايه وقعدنا نفكر طب مين بديل، طب لا بديل المسألة هتقل كتير مش عارف يعني. المهم ممدوح ليسي الله يرحمه. الله حقيقي كان راجل اقول لك زي ما بيقولوا لا شق لها غبار يعني، يعني جابنا انا واسامة ومدام فاتن في مكتبه وما خرجناش من عنده الا ما حدد اول يوم تصوير، وان هي تكون ملتزمه باول يوم تصوير. كان 9 مارس 90. ليه وان احنا نبتدي بالخارجي مش الداخلي. ليه نبتدي بالخارجي؟ عشان في النص كان في مشاهد في الخارجي، هي طبعا مكان الاحداث كان اسكندريه قبل ضمير قبل حكمه يعني. كان في مشاهد في النص كانوا المطره نازله والغيم موجود وغيره، فكان لازم نلحق الموسم الشتوي قبل ما ينتهي. مدام فاتن قالت لي وقتها ارجوكي لمده 15 يوم ما تقوليش للصحافه خالص ان انا هبتدي تصوير عشان تاخد ثقه في نفسها. لا هي بالظبط عشان ايه تحس لغايه دخلت تصور وهي مقلقله يعني هتستمر ولا مش هتستمر يعني. المهم اني
برضو صحافة انتي عارفة وشطارة بتاخد خبر بعد 10 ايام كده تسلل الخبر. عادة كنا بنبدأ التصوير 5 صباحا بنصور رياضتها اليومية اللي هي انها بتتمشى على الكورنيش كل يوم الصبح. الساعة 5 صباحا معناها ان مدام فاتت تقوم 3 صباحا لانها بتعمل مكياج وغيره كانت تاخد في المكياج 3 ساعتين يعني. في نفس اليوم كان عندنا تصوير عدة مشاهد وبالليل كمان كان لازم تاخد عربيتها والعربيتها دي كان منصوص في السيناريو انها من موديل الخمسينات اللي هو الفتيس في قلب الدركسيون. في اليوم ده قالت لي انا مش هقدر انزل وانت هتصوروني بظهري وهتصوروا توتال منظر عام للعربية فانا مش هبان فارجوك يعني ممكن تاخدي البلطو والاشارب بتاعي وتصوري انتي بدالي يعني ما حدش هيشوفني يعني. الحقيقه انا ما قدرتش اسوق العربيه اللي بفتيس في الدركسيون ده فمين اللي خد قال لي طب خلاص انا هسوق انا هسوقها بدالك مساعد الانتاج اصلا فخد لبس لبس الجاكيت البلطو المنتو البلطو بتاع مدام فاتن الركور يعني والشارب وكله كان الخبر تسرب ان مدام فاتن بتصور في اسكندرية فلقينا ميدان المنشية ولقوا بقى ان في كاميرا بتصور وكل ده ميدان المنشية بشر تجري ورا العربية وتقول مدام فاتن واحنا عايزين نهرب باي طريقة لان اللي جوه العربية مساعد مدام فاتن بالمناسبة المشهد ده ما اتحطش في لان هي رجعت صورته ما اتحطش لان لقيت مساعد الانتاج جسمه اكبر من مدام فاتن يعني انت احنا صحيح بناخد بالظهر بس هنا الظهر باين صحيح انه اعرض واكبر يعني هي الرياضة النهاردة على الواقف ولا ايه؟ فضيحة الحمد لله على السلامة. رجعت امتى؟ النهاردة الفجر. واضح انك لسه بهدومك. انا كنت هخبط عليكي وازعجك اول ما وصلت. في ايه يا وجيه؟ في ده تعيشي انت. كانت قريبة مني قوي. تصوري قبل ما تموت وتروح في الإغماء الأخيرة بصت لي وقالت لي خلي بالك من ولاد ابني عادل. بسمة انت تعرفين؟ انت نسيت انهم جم معاها من سنتين ولاد لطاف قوي. باسم دلوقتي تالتة إعداد وبسمة تانية مساكين دلوقتي ما لهمش حد. ليه عمامهم راحوا فين؟ سامي في أمريكا وخالد في الخليج وعمتهم بوسينة متجوزة بعد الجنازة مباشرة قالت لي يا خالي انا عايز الشقة انا فرحت قلت هي شقة كبيرة تصحح هي وولاد اخوها قالت لي لا يا خالي انا جوزي ما يسافرش مع الاولاد يا ريتك تكلم والدتهم عشان يقعدوا معاها قلت لها يا بنتي والدتهم متجوزة راجل غريب مش مننا لا يحبهم ولا يحبوه قالت لي ماليش دعوة طب وبعدين هتعمل ايه؟ ودي عاوزة سؤال يا حكمة تاني لازم عند اهلهم يجوا يعيشوا معايا ده احسن حل كمان اشتغلتي مع هذا العبقري أسامة أنور عكاشة في أكتر من عمل ومن ضمنهم مسلسل الحب وأشياء أخرى لأنه يمكن هو كمان كان ساحر كده صاحب قضية كل الوقت وشخص مؤمن جدا بيعمله فعايزة أعرف أكتر التعاون مع هذا الشخص الكبير قوي أسامة أنور عكاشة يعني كل برضو أعماله الحقيقة كانت مميزة ونجحة إحنا ممكن نكون جيل واحد وفي نفس الوقت انا ما اقدرش اشتغل الا مع مخرج قصدي مع مؤلف بنشترك في رؤيه واحده بمعنى اللي هي ممكن يسموها الرؤيه المجتمعيه يعني ازاي الفن يبقى لخدمه قضايا مجتمعيه ازاي الفن يبقى يهدف للتقدم للتطوير انا بالمناسبه واخده ماجستير يعني رساله الماجستير بتاعتي في موضوع الدراما التلفزيونيه ودورها في التطوير الاجتماعي موضوع في غايه الاهميه انا خدته سنه 73 ومن بعديها بقت
ده الأساس اللي انطلقت به في اختيار موضوعاتي. يعني اختار الموضوعات على هذا الأساس. لأي مدى يحمل الموضوع رسالة؟ إزاي أي مدى الموضوع يساهم في عملية تطوير المجتمع ولو يعني يعني في هذا في يعني يسير في هذا المضمار؟ يعني أتمنى أن كل المخرجين الحياة فندم يأخذوا هذا النهج، فكرة إنه العمل الفني هدفه هو تطوير المجتمع. يعني أنا عندي تملي عادة أقول إن المسلسل يبدأ حيث ينتهي، بمعنى إن ينتهي من 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 عرضه ولكن يبدا عند المشاهد. بمعنى المشاهد يعيد اكترار اللي شاهد اللي شافه، وايه الرساله او الرسالات اللي وصلته من خلال هذا العمل يعني، وايه لاي مدى بيعيد التفكير في اشياء كانت اصلا موجوده عنده، يعني فكره معينه، سلوك معين غيره، انه في الاخر ازاي نحول المشاهد اللي شخص ايجابي قدام الشاشه. اسمحيلي يا مدام انعام، يمكن بعض الناس اللي يسمعونا يقول لك لا، هو مش هدف الفن اصلا ان هو تطوير المجتمع. ممكن هي رساله فنيه وكل حاجه، بس ممكن الهدف الفن للفن او الفن للامتاع، لكن والبعض بيشوف ان ده هيبقى كاني بلقن المشاهد. لكن حضرتك نجحتي الحقيقه تحققي المعادله الصعبه، فكره الامتاع في نفس الوقت اني اكون بحط مبادئ وافكار واطور المجتمع، دي بتتعمل ازاي؟ هو بصي، التملي عاده يعني المعادله الصعبه اللي لازم تحقق في الفن، ان يبقى الفن يبقى عباره عن تربيه وتثقيف وامتاع حقيقي، الثلاثه يعني. فن الفن برضو لازم يتضمن المتعه في المقام الاول، يعني لازم يبقى عشان انت تقدمي رساله لازم يبقى في مستوى في قالب فني جذاب حقيقي. احنا في مجتمع نامي كمان، مش مجتمع يعني مجتمع نامي، مازال الان 40% ويمكن اكتر امي اللي بيعتمدوا على التلفزيون كتير في تلقي المعلومه وفي تلقي وفي تقليد السلوك والعادات وغيره. فازاي انا في مجتمع نامي يبقى الفن للفن؟ ازاي والتلفزيون بقى جهاز هام بيخش كل بيت من غير استئذان، يعني بيشوفوه كل افراد العيله صحيح، وبيأثر على سلوكياتهم وعلى معتقداتهم وعلى بشكل مباشر. يعني احنا حتى الاعلانات اللي بتتعرض دلوقتي وازاي بتغيرك من مجتمع انتاجي لمجتمع استهلاكي، ازاي بتغير حتى الاطفال الصغيرين وحتى في المجتمعات البسيطه، ازاي بيحسوا انهم عايزين يمتلكوا اللي بيشوفوه ده، ازاي انت يعني دي الرساله التلفزيونيه اكتر من السينمائيه. السينما بتروحيها باختيارك وجمهورها بيبقى محدود، الفيلم جمهوره محدود، انما انت بتديها بيخشلك من غير استئذان وما تقدريش تمنعيه عن اي كل بيت. الالفاظ اللي بتتناوليها في التلفزيون بتتحول على السنه الاطفال، العنف اللي بيطلع في التلفزيون بيترجم في الشارع، السلوكيات اللي اقول ايه الغير منضبطة ممكن نقول، محطة كمان منحطة بعدها للأسف. وبعدين في نرجع ونقول ليه الشارع بيعمل كده وليه الناس حصل تردي في السلوكيات وفي وانهيار للقيم وانهيار للسلوكيات وغيره. احنا المسؤولين على عاتق يعني الفن والإعلام. المسألة التلفزيون الشاشة تأثيرها خطير جدا إن لم تستخدم استخدام صح، وإن لم يكن المخرج والمؤلف اللي هم مبدعين العمل الفني على وعي ودراية بتأثير هذا المصنف الخطير اللي في إيديهم على مجتمعهم. تعاوز سعادتك تتوسط للشيخ محمد عبده علشان يرجع من المنفى. النفي كان لمدة 3 سنين، دلوقتي 4 6 سنين. قاسم، انت فاهم انت بتقول ايه؟ اكيد يا عم.
أنا مصطفى باشا فهمي أتوسط لمحمد عبده؟ أنا أتوسط لواحد من المهيجين؟ مش محمد عبده ده اللي انضم لعرابي علشان يحارب الإنجليز؟ مين المصريين دول عشان يقفوا قدام الإنجليز؟ خلاص؟ الموازين اتقلبت؟ مش عاوز استفز حضرتك، لكن ساعتك عارف ان الشيخ محمد عبده كان بيدافع عن بلده، ولولا خيانة ريسيبس وسماحه الانجليز باستخدام القناة ما كانوش المصريين انهزموا قدام الانجليز. خلاص يا عمي، ساعتك عارف ان الشيخ محمد عبده كان دايما من انصار الاصلاح الهادي. ما تكملش، انا علاقتي بالانجليز كويسة ولحد دلوقتي محل ثقتهم، وما عنديش استعداد ان انا اخسر العلاقة دي علشان محمد عبده ده. يبدو ان ازعجت سعادتك اكتر من اللازم. يا قاسم انت سليل الاتراك، مالك ومال الفلاحين دول؟ بعد اذن ما عليك.